اختتم مهرجان خان الفنون فعالياته بأمسية موسيقية أقيمت في دار الأندى ضمن فرقة الجندي من الأردن والعازف مهمت من تركيا. It is an honor to be here among these great artists and poets and musicians. I took a part with my trio project on the ney Sinan Arad from Turkey, on the kora Zumana Diara from Mali. We are all living in Amsterdam and came here to join this event. And we played the opening concert. Another concert we played in Madaba. So after tonight, I will play one more. عزفت الفرقة العديد من المقطوعات التي تم تأليفها من قبل الموسيقار طارق الجندي بالإضافة إلى العديد من المقطوعات من تأليف التركي مهمت. مشاركتي في هذا المهرجان راح تيجي في حفل الختام اللي هي راح تكون اليوم ختام مهرجان خان الفنون اللي راح يتضمن افتتاح الجاليري للورشة التشكيلية بالإضافة لعمل أمسي لثلاثي طارق الجندي اللي احنا بنكون عود وآلت البيس بيس جيتار والإيقاع، وراح أقدم اليوم مجموعة من أعمالي اللي من السي دي الأول اللي هو بين بين ترحال، وبالإضافة لأعمال جديدة عم بقوم في تسجيلها حاليا. احنا يعني أنا طارق صديق من زمان، وهلأ جديد بلشت أشتغل معاه في خاصة في موضوع هذا التريو، يعني بس أنا وياه وإيقاع، وأنا بعزف بيس جيتار يعني، فالآلة هيك غربية نوعا ما، بس لأن لها هيك صرفة مع الموسيقى الشرقية يعني، وحتى هو طارق هلأ يعني صار كثير من مؤلفاته إنه فيها إشي من موسيقى عالمية يعني من برا. يذكر أن مهرجان خان الفنون يعقد بدورته الأولى من 2 إلى 7 أيلول وسيتم عقده كل سنة. من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.